انا ما نيفين، عنديش شكرا لإلك، كلمات وما رانيش قادرة نهدر. شكرا لك على هذا الفيديو وعلى هذه الأغنية الشابة، أكيد جميلة جدا. احكي لنا أكثر أنت عن هذه الأغنية والفيديو، بما أنك أنت اللي حضرتيه اليوم، بدك تحكي لنا. تفضلت انا مانيش قادرة دوك. لك قادرة تحكي لنا عن هذه الأغنية وعن هذا الفيلم؟ أكيد اللي هلا أول شيء أكيد المشاهد والأغنية والموسيقى والكلمات كله على بعضه هيك بيعطي حالي من ال، راني فاهمك، راني فاهمك وين راكي، راني تسمعوها مرة ثانية أكيد هلا. عرفيني أكثر عن هذه الأغنية نيفين، قولي لي شكون اللي عم يغنيها؟ هذه الكلمات الأغنية هل هي قصيدة؟ هل هي هذه أغنية لنادية قرشي اوكي اسمها سبعية، تغنيها على الثورة الجزائرية كريم، على وش مروا شهدائنا، على وش مر على المجاهدين كريم. راك تقول سبعية أيام مشينا وعلى رجعي رجلينا، يعني تحكي كشغل كش كأنها حكاية راهي صارت فيها كريم، خاصة تحكي عن المعاناة تاع الأم اللي راح وليدها كريم باش يجاهد في سبيل البلاد. خاصة كريم كي تقول لك سمعت الطيارة وهذا سير وليدي اللي مات، يعني الأم كي راح وليدها يجاهد تقعد توجور شادة قلبها تستنى وقتاش يقولوا لها وليدك راه مات، وليدك راه فقدناه، وليدك راه، يعني تسرد حكاية تانية. قال لك مشينا والكرتوش في صدرنا، يعني حتى واقفين بالرصاص بالمدافع بالكلش في صدرنا، لكن احنا وقفنا وكملنا على بلادنا وكملنا عليها للدقيقة الأخرى. كمل كريم. اوكي، إذا هذه الأغنية من